كوارث وصدمات الزمالك مش بتنتهي بسبب محمود عبد المنعم كهربا، فين جاء ده مديرا فنيا للزمالك ومدرب المنتخب المغربي ولاعبيه بيشككوا في بطولات مصر، ومصر هتلعب النهارده. في البدايه صلي على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واعمل لايك للفيديو ده، واعمل سبسكرايب للقناه، واعمل شير للفيديو ده. اخبار ناريه ومفاجآت كبيره جدا في الزمالك وفي المنتخب الوطني، وكمان منتخب المغرب بيعمل حاجات صعبه جدا قبل البطوله. هبدا معاك بالخبر الاولاني بتاع محمود عبد المنعم كهربا اللي فاجئ نادي الزمالك وفاجئ الكابتن محمود الخطيب بكلام خطير. محمود عبد المنعم كهربا كلم الكابتن محمود خطيب وقعدوا في جلسه سريه قبل بطوله امم افريقيا وقبل ما يسافر مع المنتخب. كهربا طمن الكابتن محمود الخطيب في الجلسه دي وقال له ان فلوس نادي الزمالك مش هتطلع دلوقتي، وان لسه القضيه حبالها طويله، وان الموضوع مطول كتير جدا في المحكمه الرياضيه الدوليه. والكابتن محمود الخطيب كلم كهربا وحثه على انه يلتزم الفتره اللي جايه في المباريات مع النادي الاهلي لما يرجع من امم افريقيا. وده كان الخبر الصادم لنادي الزمالك والجماهير الزمالك النهارده، يعني من الاخر كده كهربا مش هيدفع غير لما يخلص على كل ادارات نادي الزمالك. ومجلس اداره نادي الزمالك بياخد قرار مفاجئ جدا لجماهيره والكل عشاقه بتعيين فنجاده مديرا فنيا. ايوه، فنجاده اللي كان المشرف على الاتحاد المصري لكره القدم، فنجاده اللي بقاله اكتر من 6 او 8 سنين ما مسكش اي فريق ودربه، فنجاده اللي عمره عدى ال 70 سنه او 70 سنه دلوقتي. بس الاخبار بتقول انه هيجيب معاه جهاز كامل اجنبي، والجهاز ده هيكون مكون من شباب صغيره هم اللي هيقودوا بخبرات فنجاده، ودي هتكون الصدمه لجماهير نادي الزمالك بتعيين فنجاده مديرا فنيا لمده 6 شهور. تعال بقى نشوف مدرب منتخب المغرب عايز ايه هو ولاعيبه المغرب من منتخب مصر، وناحي اللي طلع صرح ضد لعيبه منتخب مصر وضد بطولات منتخب مصر وشكك في البطولات، عشان يطلع وليد الركراكي هو كمان ويقول ان احنا عرفنا مصر بتكسب ازاي وهنعمل زيهم. ايوه، بنعمل ايه يعني؟ ده احنا لو اتعلمنا الكلاحه في الماتشات وتضيع الوقت هيبقى منكم انتم يا شمال افريقيا. شمال افريقيا اللي هو المغرب وتونس والجزائر، تقريبا انتوا اكتر ناس بتعرف تضيع وقت في اي مباراه، فبلاش بقى شغل الضغط النفسي من قبل البطوله ما تبدا، علشان لعيبه مصر كده كده مستعدين كويس للبطوله، وان شاء الله لو قابلنا المنتخب المغربي هيكون خارج من البطوله دي على ايد مصر. المنتخب المصري هيبدا مباراته النهارده الساعه 7، وفي مفاجاه ان في قناه على النايل سات هتذيع المباراه. القناة الجزائرية هتذيع مباراة منتخب مصر النهاردة الساعة 7، الساعة 7 بتوقيت القاهرة هتكون مباراة المنتخب المصري وأولى مباريات المنتخب المصري في دور المجموعات. بأكد عليك التوقيت، والقناة اللي هتذيع الماتش هتكون القناة الجزائرية المفتوحة على النايل سات، يعني من الآخر تقدر تتفرج على الماتش وأنت قاعد في بيتك. وهقول لك دلوقتي التشكيل المتوقع سريعا للمباراة. في حراسة المرمى هيكون محمد الشناوي، باك يمين محمد هاني، عبد المنعم وياسر إبراهيم وأحمد فتوح. نص الملعب هيكون محمد النني وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو. والثلاثة اللي هيلعبوا قدام هيكون محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه. قول لنا توقعاتك في الكومنتات لنتيجة مباراة مصر النهاردة وإيه رأيك في التشكيل. وبس كده، دي كانت أخبار النهاردة. أتمنى من كل الناس تعمل لي لايك للفيديو ده وتعمل شير وتعمل سبسكرايب للقناة.